ثم 20 سيارة إسعاف وزوج شاحنات إطفاء تم اقتنائهم على ميزانية 2014 للحماية المدنية، هي كتعزيز للتجهيزات والوسائل الموجودة بالحماية المدنية أولا، وثانيا هم موجهين الكل، معناتها التجهيزات هذه موجهة لفائدة المواطن. كما تعرفوا العمل نتاعنا إنساني بالأساس، موجه للمواطن وإحنا نسعف وننقذ المواطن. دونك معناتها التجهيزات، كل التجهيزات اللي اقتنيناها هي لتدعيم لإنقاذ وإسعاف المواطن، كلها موجهة لفئة المواطن. أنا حاب نذكر لهنا اللي هم خلاف ال 20 سيارة إسعاف اللي تم اقتنائها حاليا والموجودة تو حاليا وزوز شاحنات إطفاء، هنالك إن شاء الله في القريب العاجل باش يوصلوا إن شاء الله شاحنة إطفاء وكذلك سيارات شاحنات صغيرة للنجدة بالطرقات وكذلك للنجدة بين الفيضانات، وسيارة غوص مجهزة بأحدث التجهيزات للإنقاذ في البحر أو إنقاذ في الأودية أو الأبار. هذوما إن شاء الله تجهيزات، كلهم تجهيزات عصرية مواكبين للتقنيات معناتها الحديثة للإنقاذ والإسعاف. كلفة سيارة الإسعاف، بالنسبة لسيارة الإسعاف، السيارة الواحدة تقدر ب 100,000 دينار بالنسبة للسيارات هذه، بالطبيعة احنا من السيارات هذه، والشاحنة الإطفاء الواحدة تكلف تقدر ثمن تاعها ب 150,000 دينار. بتوزع الولايات الكل ولا؟ ان شاء الله هي باش يتم توزيعها حسب الولايات، حسب المناطق اللي ناقصة معناتها سيارة إسعاف، وحسب المناطق اللي تنقصها شاحنة الإطفاء.